تعالوا نتكلم عن مقادير الكيك. الكيك الموز هنعمل النهارده كيك موز بصوص الشوكولاته. تعالوا نقول مقاديره كده لطيفه، برضو الموز عايزين ندخله في وصفات كتير. طيب عندي كوبايتين من الدقيق، وعندي كوبايه سكر، وكوبايه من اللبن، وكوبايه من الزيت، وعندي كمان كوبايه ميه، واتنين بيضه، وتلات معالق كبار ونص من الكاكاو، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر. الحشو بقى عندي عبارة عن شرايح موز وزبدة. الصوص اللي أنا هحطه عليه عبارة عن 250 ملي من الكريمة، كوباية كريمة كده حلوة، و100 ملي من اللبن، و120 جرام قطع شوكولاتة، يعني حوالي مثلا تلتين، لا كوب يعني تلتين كوب، يعني أكتر من النص بشوية. اوكي، ده بالنسبه للصوص. التزيين احنا عندنا بس ايه، اي حاجه من المكسرات عايزين تحطوها، حاجه من الحاجات بتاعه الاطفال براحتكم، يعني زي ما حضراتكم تحبوا. الكيك اللي طلب مننا بتاع الهيل او الحبهان وحاضرها او الزعفران هنعملها حاضر من عينينا ان شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نبدا. اول حاجه هبدا كده ايه، اخد الاول الصينيه كده، انا مبطناها زبده ودقيق او ممكن وكاكاو كده، وهبدا. ما اعتقدش لا في حاجه اصلا كده، هنبدا بس ايه، هاخد بقى شويه من الايه من الموز ده كده عشان يترص. هو بيبقى تحت، بيبقى زي القاعده كده، هنا بنرصه بقى كده بالشكل ده علشان يبقى ايه قاعده كده في الصينيه. عايزين تحطوه في النص كحشو ماشي، بس هو بيبقى جوه قوام الكيك، يعني ما بيبقاش في ناس ما بتستصغوش قوي الا لو هو بيوري ومعمول معاه عسل وتوليفه تانية من الاضافات عشان يبقى الموز معانا يدي طعم حلو، وفي ناس ما تتضايقش منه او من طعمه لما بيدخل في السوا، ومحتاج يتاكل ما يقعدش وقت طويل. انا هرص الموز وهخليها كيك عادي خالص، بس كل الفكره فيه انه هرصه عادي من غير ما كرمله اي سكر ولا اي حاجه، ولو عايزين تستبدلوا السكر اللي موجود هنا بعسل ابيض هيبقى احلى بكتير. بيدي بس ايه كيك حلو، في تحت شويه موز بيتقطع عادي جدا، مربعات كيك عادي خالص. وبعدين بنحط عليه صوص الشوكولاته. في ناس ممكن تتعامل معاه على فكره مع بولة ايس كريم لو هو لسه طالع سخن والصوص عايزينه يدي تيست وطعم حلو، سخنوا الصوص حلو قوي حطوه فوق الكيك العادي العادي، حطوا معاه بولة ايس كريم اي نوع انتوا تفضلوه، اي نوع انتوا تحبوه، مفيش مشكله خالص فيه كده اهو. افتح دي ناخد بقى شويه دول هنا نرص كده، عايزين تدوا معاه تاتش مثلا من القرفه بتليق معاه برضو قوي. الكاكاو بيليق معاه قوي، يعني الموز ليه كده ايه حاجات معينه بتليق معاه جدا اهو كده. وبعدين نبدا بقى نشتغل في خليط الكيك. اول حاجه هاخد البيض، خلينا هنا نفتح البيض ده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول بيضه وبعدين البيضه التانيه، بفتحهم بس في مكان بعيد عن بعض اتاكد ان البيض سليم عشان في الصيف الواحد يبقى قلقان شويه. هروح عند بقى العجان وهبدا اضيف ايه البيض، خلي الزبدة دي في الآخر. خليني هنا أخد إيه، عندي أدي المية خليها هنا قريبة، عندي السكر بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده كمية السكر. وطبعا هنا أحط البيكنج باودر على الدقيق. أوكي سوري، أحطتش ملح معلش عليهم، وأقلب كده وأخليهم في جنب. هضيف عليهم الايه الكاكاو. عايزين بقى تزودوا صوص شوكولاته، يعني ممكن احط معلقتين صوص شوكولاته او شوكولاته قابله للده او كاكاو. تعالوا بقى نضرب السكر الاول اللي حطيناه مع البيض، نضرب دول مع بعض، وهبدا انزل الزيت.
هبدأ بقى أرفع هنا، هنزل اضربوا بقى الخليط ده كويس جدا جدا، وهنزل الأول المكونات الجافة بالتبادل مع اللبن اللي حطيت عليها البيكنج باودر، حطيت عليها رشة الملح، حطيت عليها الكاكاو. بسم الله. الكيك هيبقى شوية سائل، يعني خليطه ناعم شوية. بصوا بقى هرفع كده، هضيف شوية من المية، انا حطيتها خلاص، خلينا بس ايه ضربة كمان ونبدأ نصبها بقى. عندي الفرن شغال على 180، هحطه على الشبكة في النص، هحط فوق الموز على طول، مفيش اي مشكلة. وهاخد كده بس الايه، نضيف بقى اللبن هنا شوية كمان ونقلب بالواسك ونصب الخليط فوق الايه الموز اللي احنا قطعناه، ما فيهوش اي مشكله. عايزين تضيفوا شويه صوص شوكولاته تدعموا الطعم، ماشي براحه حضراتكم زي ما انتم عايزين. عايزين تحطوا زي ما هي بالكاكاو، يكفينا ان النوع. بصوا بسم الله اهو على الموز اهو، بصوا كده. وبعدين هيدخل الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص، وتطلع بتتقطع مربعات وتدخل بقى ايه، هتاخد حوالي 25 دقيقة مثلا. وهنا انا بالنسبة لي الخلاط هضرب فيه بسرعة العدس، لاني مش هعمل حاجة، لاني هضيف البامية واسويها معاه واعمل لها الطشة بتاعتها. احنا دلوقتي ممكن بقى ايه، اشيل دي بس هنا كده بعيده واوريكم الكيك الاول. بسم الله اهي، وممكن بقى ايه نقطع. بصوا الكيك طري من تحت جدا، طريه جدا. خليني اخد مثلا جزء كده، بصوا الكيكه طريه وجميله جدا. فيها الموز والكيك، بصوا من هنا طري، بصوا الكيكه طريه ازاي، ما تفتكروش نسبه السوائل كتيره ولا حاجه، بالعكس هتستوي وهتبقى هشه وجميله جدا جدا. اهي هسيبها كده عقبال ما اجيب الطبق اقدم لحضراتكم فيه. وال شفشق الخلاط كده، ناخد اخد قطعه زي دي مثلا اقدم لكم فيها. بصوا كده واحده كمان، بصوا الكيك طري ازاي اهي. وبعدين ممكن اقدم معاه بقى، بصوا صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه، انا كل اللي عملته ان انا حطيت اهو شفشق الخلاط لو سمحت يا محمد. بصوا الجمال، هشوف كده اجيب الحلواني لو في كريم شانتيه نستخدمه عشان تعرفوا ان الكيك حلو قوي بصراحه وطريه جدا. ودلوقتي هنضرب الايه العدس بقى خلاص، زود بس شويه ميه صغننين، مضمون العدس ده وجبه حلوه قوي، محتاجه شويه باذنجان مخلل جنبها. خليني اخد بقى بقيه الكيك، بصوا الجمال، بصوا الكيك، واو اهي رائعه وطريه طراوه وجميله جدا. هحط هنا وهقطع الجزء ده برضو، بصوا الجمال، وهعملها كده هنا، وهحط صوص شوكولاته عشان من الكيكات الحلوه وليها طعم جميل. تاكل سخنه يعني ان شاء الله تعجب حضراتكم. طيب هاخد بقى كده اشيل دي من هنا، وهبدا احط هنا شويه صوص شوكولاته تاني على الكيك نفسه. عايزين بقى تعملوا جارنش كريم شانتيه، تحطوا ايس كريم وتاكلوها سخنه مع الصوص السخن. الله 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 كده اهو، ونحطها بقى في العرض ونبدأ ايه. بسم الله.